أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بنأسف على العطل اللي حدث، وهنعيد تاني اللي حصل فريزينج. هنعيد المحاضرة مرة أخرى، بعدين هنحطها بإذن الله على الفيسبوك. محاضرة النهاردة بإذن الله بتختص بالميديكال سايكولوجي، فهنتوكل على الله وهنبتدئ. الميديكال سايكولوجي احنا بندرس فيه الموضوعات الاتيه. في الميديكال سايكولوجي it indicates او includes، مش عاوزك تحفظ الكلام ده، دي جاست مقدمه. الفيزيشن بيشنت ريليشن شيب، العلاقه بين الطبيب والمريض. سايكولوجيكال ريسبونسز تو فيزيكال ايلنس اند تريتمنت، يعني التاثيرات السيكولوجية للمرض العضوي والعلاج، يعني المرض العضوي والعلاج بتاعه يؤدي إلى تأثيرات سيكولوجية. طبعا قد يتساءل طالب يقول لي طب أنا فاهم المرض العضوي ممكن يؤدي إلى السيكولوجي بتاعي، إني زعلان إني عيان، لكن إزاي العلاج يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟ آه طبعا، عيان قلنا له قررنا له العلاج بتاعك كيموثيرابي أو راديوثيرابي، يبقى العام بقى فاهم ان هو عنده كانسر ويستدعي العلاج بهذه الاشياء، يبقى هيبقى متضايق. عيان قلنا له بقى ان عندك فشل كلى ونعمل لك غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع، الامباكت بتاع الغسيل الكلوي ده على حياته هيبقى متضايق. يبقى ممكن مش بس الفيزيكال إلنس والتريتمنت يؤثرها في السيكولوجي بتاع العيان، والعكس بالعكس. فيزيكال ريسبونسز تو سايكولوجيكال فاكتورز، يعني الاضطرابات السيكولوجية تؤدي إلى أمراض عضوية، ودي هناخدها. الاضطرابات السيكولوجية تؤدي إلى أمراض القلب، تؤدي إلى قرحة في المعدة، تؤدي إلى فقدان جزء من الشعر، حاجات كتير هناخدها. يبقى زي ما المرض السيكولوجي يؤدي إلى مرض عضوي، المرض العضوي يؤدي إلى حاجة سيكولوجية. دي مقدمة مش عاوز تركز فيها قوي. ابتدي السؤال الأول في محاضرة اليوم، وهو المودلز اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب، اللي هو انماط العلاقه بين الطبيب والمريض. يوجد 5 انماط للعلاقه يجب ان الطبيب يبقى واعي لها. اول حاجه هنقسمهم 3 و2. في اول 3 هنشرح 3 نقاط: physician role دور الطبيب، patient role دور المريض، والاكزامبل. فناخد اول 3: active passive، ادي اول موديل. teacher student، ادي ثاني موديل. mutual participation، المشاركة الثنائية، ده الموديل الثالث. نيجي في الاكتيف باسيف، والمقصود هنا ان الطبيب هو الاكتيف، له اكتيف رول، والمريض passive role. بمعنى ان الفيزيشن عنده all responsibilities كل المسؤوليات، والبيشنت has no part in treatment، ملوش اي علاقة في اتخاذ القرار بالعلاج. طب واحسن example unconscious patient، مريض فاقد الوعي، يبقى كيف يتواصل مع المريض ويتواصل مع الطبيب هذا المريض ويؤثر في القرار. يبقى هنا العلاقة active passive. يبقى أحسن مثال ليها مريض في غيبوبة، ده المثال الجيد. طب نيجي teacher student، طبعا يبقى الteacher أعلى مقاما من ال students، الteacher مسؤول عن ال students. يبقى الphysician role اللي هو يمثل الteacher هنا عنده الmajor role. paternalities يعني موقف أبوي كنترولينج ومتحكم في المريض، بينما المريض يمثل الطالب هنا ديبندنت، يعني ديبندنس معتمد عليه وأكسبتينج لنصائح الطبيب. هنا المثال زي patient recovering from surgery، يعني عيان بيريكفر من السيرجري. طب نيجي لما 3 الميوتوال بارتيسيبيشن، مشاركة ثنائية، يبقى هنا equal participation، يبقى المشاركة متساوية، مريض
والطبيب كلاهما بياخدوا القرار في العلاج زي في الكرونيك ديزيز. يبقى دي اول ثلاث انواع من الموديلات: اكتف باسيف، تيتشر ستودنت، ميوتوال بارتيسيبيشن. ولاحظ التدرج في الاكتف باسيف، الفيزيشن عنده اول ريسبونسبيلتي. ليه؟ لان العيان انكونشس. في التيتشر ستودنت الفيزيشن عنده الميجر ريسبونسبيلتي. ليه؟ لان العيان مدروخ لسه بيريكفر من السيرجي. وبعدين ميوتوال بارتيسيبيشن، مشاركه ثنائيه ما بينهم هما الاثنين، لانه زي في الكرونيك ديزيز. دول اول ثلاثه: اكتف باسيف، تيتشر ستودنتس، ميوتوال بارتيسيبيشن. الاثنين اللي بعدهم اللي هو الفريندشيب موديل، بحب ادرسه مع الرابورت موديل، العلاقه الصداقه في مواجهه العلاقه الحميميه بين المريض والطبيب. واحده مقبوله واحده غير مقبوله. الفريندشيب موديل اللي هو علاقه الصداقه، خد بالك دي مفاجاه لكثير منكم، هي علاقه غير مقبوله، inappropriate sometimes unethical، واحيانا هي غير اخلاقيه. لان طبعا لو المريض علاقته، لو الطبيب علاقته بالمريض صداقه، وخصوصا بقى لو خدت طبيب مع مريضه والصداقه دي نمت الى حب وربما الى علاقه اعمق من ذلك، تبقى طبعا حاجه وتعكس it reflect psychological problem in physicians، مشكله نفسيه في الطبيب ان هو بيساتسفاي هيز نيدز، بيرضي احتياجاته، هو مش قادر يعمل علاقة عاطفية مع الناس العاديين، فاستغل سيطرته على مرضاه وعمل علاقة عاطفية مع مريضة معاه، أو العكس بالعكس، طبيبة مع مريض. هذا خطأ. إنما الرابورت موديل علاقة حميمية لكن مش صداقة، إن ثقة قوية بين الطرفين، دي أبروبريت ودي ذا بروفيشنال كونتكست في حدود العلاقة المهنية، هي مقبولة. وبالعكس بتعكس بوزيتيف اتيتيود، ثقة من المريض في الطبيب، ان الطبيب هنا بياخد معاه القرار، بيقول له طب اديني رأيك، يعني احنا مش بس هنتشارك في القرار، قول لي يعني انت، يعني احنا بحكم العلاقة ما بيننا، انا مريض معاك بقالي زمن طويل، انت تنصحني بايه؟ هو ده الرابورت موديل. يبقى لما تيجي تدرس الموديل اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب، هنحب عشان نحفظها بطريقة جميلة، اول ثلاثة مودلز: اكتف باسيف، teacher student mutual participation، وهتشرح كل واحده فيها في ثلاث نقط: physician role، patient role، والاكزامبل. في الاكتف الفيزيشن رول all responsibility، في التيتشر الميجر responsibility، في الميوتوال مشاركه ثنائيه. الاثنين تاني تحفظوا مع بعض وعكس بعض، الفريندشيب والرابورت. الفريندشيب inappropriate وتعكس مشكله، الرابورت appropriate مقبوله وتعكس موقف ايجابي. وبعدين الجمله لازم تكتبها وما تنساهاش، ان الفيزيشن must learn how and when to shift models، ان الموديل ما بيثبتش بين المريض والطبيب. وهدي مثال: دخل مريض الى الاي ار الطوارئ وهو في حاله غيبوبه، يبقى انهي موديل هنا؟ اكتف باسيف. ثم اجرى جراح والعيان ابتدى يفوق من الجراح، فابتدى يتكلم شويه مع الطبيب بس مش واعي قوي، يبقى تيتشر ستودنتس. ثم العلاقة بقت مزمنة بينهم، تبقى mutual participation. ده كان السؤال الأول. تقل للسؤال الثاني اللي هو transference، النقل، وcounter transference، النقل المتعاكس. والمعنى هنا أحب أشرح نقطة قبل ما أبتدي. حقيقة الأمر أن العلاقة بين الطبيب والمريض تماثل العلاقة بين الآباء والأبناء، من حيث أن الآباء مسؤولون عن أبنائهم، كذا الأطباء مسؤولون عن مرضاهم. فكما يرى الأبناء صورة الآباء، كذا يرى المرضى في الأطباء صورة أبائهم. يعني المريض عنده إحساس كده في اللاوعي إن الطبيب مسؤول عنه، زي ما أبوه كان مسؤول عنه. لو إنه كان بيحب أبوه هيلاقي العلاقة جيدة مع الطبيب، لكن لو انه كان كاره ابوه وكان قاسي عليه هيلاقي نفسه في اللاوعي، في اللاوعي التعامل متأزم بينه وبين الطبيب. احنا كأطباء يا اولاد لازم نعي لذلك،
ليه مريض بيعاملك بصورة جيدة؟ لأن هو بيرى فيك صورة أبوه اللي كان بيحب أبوك، كان أبوه طيب معاه، فهو شايفك شايف أنت متقمص صورة أبوه، أبوه هو بيحبه يبقى بيحبك أنت. طب ليه عام بيعاملك بطريقة سيئة؟ لأن هو في اللاوعي شايفك أبوه، ذكرته أبوه اللي هو كان علاقته بيه سيئة. كده هتفهمها كويس قوي. تعال نقولها بقى يا أولاد مع بعض، الترانسفيرنس والكاونتر ترانسفيرنس. طيب هنا في الترانسفيرنس هنتكلم على كل واحدة في ثلاثة نقاط. ترانسفيرنس أول نقطة هي البيشنت انكونشس اتيتيود، هو الموقف اللاواعي للمريض تجاه الطبيب توز هيز دكتور. ادي اول نقطه. طب تاني نقطه، ده يمثل ايه؟ اعاده، ريبريزنتس ريبيتيشن، اعاده للبيشنت ريليشن شيب، لعلاقه المريض مع سيجنيفيكانت بيبل ان ذا باست، مع شخص مهم ليه في الباست، غالبا ابواه. طب النقطه الثالثه، بوث كود بي، لو ان العلاقه كانت بوزيتيف مع ابويه يبقى هيتحرك في علاقته مع طبيبيه الى الاكسبتنس، الى الرضا، راضي عن طبيبيه لانه كان يرضى عن ابويه وايدنتيفايد از جود فيجر، هيشوف الطبيب كشخص جيد. بينما لو كانت علاقته سيئه مع ابويه هيبقى نيجاتيف، موفينج توورد ريجكشن، هيتحرك ناحيه الرفض لانه شايف الطبيب كما ابويه باد فيجر. العكس بقى، الكاونتر ترانسفيرنس صور نفس الكلام بس معكوس، رؤيه الطبيب في مرضاه، الدكتور انكونشس اتيتيود ستور ذا بيش، ده الكاونتر ترانسفيرنس، النقد المتعاكس، الموقف اللاواعي من الطبيب تجاه مرضاه. برضو ريبريزنتس، يمثل ريبيتيشن، اعاده للدكتور ريليشن شيب، لعلاقة الطبيب مع significant people في الباست، في الماضي، غالبا هم kids وفاميلي. وممكن طبعا لو كانت علاقته مع أسرته جيدة هتبقى positive، فيها acceptance، يشوف مرضاه كgood figure. إذا علاقته مع أسرته سيئة هتبقى negative، فيها rejection، فيها رفض، هيبقى رافض، هيشوف مرضاه كbad figure ويعاملهم بصورة سيئة. يبقى transference والcounter transference، البيشنت مع الدكتور ترانسفيرنس، الدكتور ستور البيشنت كاونتر ترانسفيرنس، كلاهما بتمثل ريبيتيشن، اعاده لعلاقه مع شخص مهم في الماضي، المريض يرى في الطبيب ابواه والطبيب يرى في المرضى اسرته واولاده، فحسب العلاقه في الباست كانت حلوه بوزيتيف يبقى اكسبتنس، يبقى جود فيجر، وحشة يبقى نيجاتيف، يبقى ريجكشن، يبقى باد فيجر. ده كان السؤال الثاني يا أولاد. تقل للسؤال الثالث اللي هو الدكتور بيشنت كوميونيكيشن، اللي هو التواصل بين الطبيب والمريض. ايه الايم؟ تعال نفكر، واحنا مش عايزين نحفظ، عايزين نفهم، هو ما هي غاية العلاقة بين الطبيب والمريض؟ الايم ان احنا نصل الى تشخيص دقيق، اكيوريت دياجنوزيس، وندي علاج يلتزم به المريض اللي هي الكومبلاينس تريتمنت. حفظ الكلام ده بس عشان تفهم ما غايه العلاقه. طيب الميديكال انترفيو، التواصل بين المريض والطبيب، هو الكورنر ستون اوف بروبلم سولفنج، هو الاساس في حل المشكله. ازاي نحل الفزوره من غير ما نتواصل؟ طيب 6 برينسيبلز to measure competence in medical education، 6 قواعد تحدد كفاءة التعليم الطبي، برضه ما تحفظهاش، تاخد فكرة عنها. عشان نقول ان التعليم الطبي ده كف لازم يحقق 6 قواعد. 1، لازم يؤدي الى patient care جيد، عناية جيدة بالمريض، لازم يبقى يؤدي الى معلومات جيدة عند الاطباء، يبقى المريض عناية جيدة والطبيب معلومات جيدة، medical knowledge. وبعدين نمرة 3، وده اللي بنعمله معاكم دلوقتي، احنا مش بنعلمكم معلومات طبية، بنعلمكم الكوميونيكيشن سكيلز،
الانتر بيرسونال كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل زي ما هنشوف. طيب وبعدين عاوز احفظ 4 مع 6 اولاد. التعليم الجيد لازم يتطور بالبراكتس، يعني ليرنينج اند امبروفمنت بيزد على البراكتس. كل ما يبقى فيه ممارسه نتعلم ايه اللي يتعمل احسن من الاخر في انفستيجيشن، في علاج، وتطور بيزد على سيستماتيك ريسيرش، ايفيدنس بيزد ميديكال براكتس. على ايه؟ فروم سيستماتيك ريسيرش. يبقى دول مع بعض. وبعدين اخر حاجه البروفيشناليزم، النحده المهنيه في التعامل ما بين المريض والطبيب. نتعلم مهنيه التعامل تبقى هاي ستاندرد زي ما قلنا العشرين حاجه وويل تريند. يبقى دول الست حاجات. يبقى قلنا للبيشنت الكير نمره 1، للدكتور الميديكال نوليدج نمره 2، للعلاقه ما بينهما الكوميونيكيشن سكيلز. يبقى تحفظ الست دول مع بعض، وقلت لك ما تحفظهمش ان ده تقراه بس برضه بوريك ازاي بنفتكرهم. وبعدين التطور الطبي يعتمد على ايه؟ على البراكتس، الممارسه، وعلى السيستماتيك ريسيرش. دي تبقى 4 و5. وبعدين اخر واحده لوحدها البروفيشناليزم المهنيه. يبقى لو عاوز حتى طريقه لحفظهم، وبقول لك ما تحفظهمش، 3-2-1. البيشنت كير، الطبيب الميديكال نوليدج، العلاقه ما بينهما الكوميونيكيشن سكيلز نمره 3. وبعدين نطور روحنا بالبراكتس، ليرنينج اند امبروفينج باي براكتس وباي سيستماتيك ريسيرش. دي 4 و5. وبعدين 6 لوحديها البروفيشناليزم. طيب نيجي فاكتورز انفلونسينج ميديكال انترفيو. ايه العامل اللي تاثر في ميديكال انترفيو؟ برضه بعلمكم يا اولاد ان نفكر. وي ار ثينكرز، مش حفيظه. احنا مش جايين نقرا مع بعض. لو نقرا مع بعض اقرا اي يعني كتابه مش هتفرق. عاوزين نفهم نغوص في الموضوع. انترفيو ما بين 2، الطبيب والمريض. يبقى لازم العوامل اللي تؤثر في الانترفيو تعتمد يا على البيشنت يا على الدكتور. يبقى في بيشنت ريليتد فاكتورز ودكتور ريليتد فاكتورز، وده اللي موجود قصاد. طب انا عاوز اسهلها لك، حطيت لك السبعه بتوع البيشنت كلهم يبتدوا بحرف البي، وبرضه هنحاول نقولهم بطريقه تذكر، لان ده السؤال التالت بقى ده المهم. patient related factors. 1 و2 اعتقاد المريض عن اهميه الصحه والمرض ودوره فيهما وعن دور الطبيب في ذلك. يبقى باخد حتى ايه مع جي مع جي. ايه البيشنت بليف اباوت هيلث اند إلنس؟ ان الانسان مش هياكل اي حاجه وبعد كده بقى يجيله المرض ما يجيش، دي حاجات خارجه عن ارادته. لا، انت المتسبب في المرض. يبقى البيشنت بليف اباوت هيلث اند إلنس اند بيرسبشن اوف بيشنت دكتور رول، وعليه ادراك ان احنا نحتاج الى الاطباء. يبقى البليف اباوت هيلث اند إلنس والبيرسبشن اوف بيشنت دكتور رول. احفظوا دول مع بعض. وبعدين هنحفظ ادي 2، ناخد 2 اللي بعديهم اللي هو الـ problem to be discussed، الحاجة المرض العضوي اللي هنناقشه أو زي ما يكون. لما طبعا هناقش حالة برد وانفلونزا مع الطبيب ببقى قاعد مرتاح نفسيا، انترفيو سهل. إنما جاي لطبيب وأنا عارف إن أنا متشخص بمرض عضال هبقى قاعد مضطرب، كانسر أو ما شابه. وبعدين psychological factor بتاعت المريض، هل المريض ده نورمالي طبيعي متوتر مكتئب؟ يبقى نوع المرض ونوع المريض. هاخد بقى اخر 3 مع بعض اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. previous، الخبره السابقه. مش يقول لك يعني قول لي الماضي وانا احدثك عن الحاضر والمستقبل. previous experience of medical care، يعني تجربه المريض مع المرض قبل كده، مع الطبيب ده، مع المستشفى دي، هتحدد قبوله اللي هيقدموه لي. present expectation of medical care، اللي هو توقعه الحاضر هيعمله معاه ايه. وبعدين المستقبل، prediction of what the doctor will do، امكانيات الطبيب، هل الدكتور ده هيصدق فيما يقوله؟ هل هو فعلا هيقدر يعالج المرض ده؟ يبقى دي الفاكتورز ريليتد تو بيشنت. وما بنقراش، بقولهم لك بطريقه تذكر. اعتقاد المريض عن المرض والصحه وعليه عن دور الاطباء
في الحفاظ عليهما، دول الاثنين مع بعض. وبعدين المرض اللي بنتكلم فيه هو السيكولوجي بتاع المريض، دول الاثنين مع بعض. وبعدين الماضي اللي هي الخبرة السابقة مع الميديكال كير، والحاضر البريزنت اكسبكتيشن والبريدكشن اللي هيعمله الدكتور. طب نيجي بقى للدكتور ريليتد فاكتورز، ستة من السبعة زي البيشن، قسمتهم لك ثلاثة بحرف البي وثلاثة بحرف السي. البرسوناليتي بتاعت الدكتور، شخصية الطبيب، في زي شخصية إنسان، شخصية صديقة، شخصية معلمك، ممكن يحببك في المادة، ممكن يكرهك، برسوناليتي. وبعدين الفيزيكال السايكولوجيكال فاكتور بتاع المريض، والفيزيكال فاكتورز، بمعنى الفيزيكال فاكتورز، هل الدكتور بيديني تايم انترفيو، حاسس مديني وقتي وبتكلم وبيفهمني ولا بيكروتني؟ فده هي انفلوينس التواصل ما بينه وما بينه. التايرنس، هل الطبيب منهك مثقل بالاعباء فمش قادر يؤدي دوره كويس؟ يبقى دي فيزيكال فاكتورز. وبعدين سايكولوجيكال فاكتورز، هل الطبيب نفسه لاي سبب عنده اضطراب سايكولوجي، عنده انكزايتي، زي ما هو الاطباء برضه بيعيوا، عندهم سايكولوجيكال فاكتور بتؤثر في ادائهم لاعمالهم. يبقى ده البيرسوناليتي، الفيزيكال فاكتور، السايكولوجيكال فاكتورز. نيجي بقى بعد كده الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات الطبيب في التواصل، وده اللي هنعلمها لك دلوقتي. والكونفيدنس ان ابيليتي تو كوميونيكيت، والثقه في مقدرة التواصل، يعني يبقى عنده مهارات التواصل وعنده ثقة في مقدرته على التواصل. يعني ممكن يبقى عنده المهارات بس ما عندهش ثقة في استخدامه. ومرة أخرى الكومبلين تو بي ديسكاست، ما بقى بنناقش عرض خفيف سهل إقناع العلاج بالدياجنوزيس والآن قاعد حاجة بسيطة، إنما لما هنعشف كانسر في فشل كبدي في فشل كلوي، لا، موضوع عاوز مجهود أكتر. يبقى دي الفاكتورز influencing medical interview، سبعة في البيشنت وكلهم بحرف البي، وقسمناهم اثنين ثلاثة، ودكتور related factors اللي هم قسمناهم ثلاثة بحرف البي وثلاثة بحرف السي. طيب نيجي بقى steps of proper medical interview. دلوقتي برضو بنحب ننظم الستيبس اوف بروبر ميديكال انترفيو، هنقسمها الى مجموعات ثلاث: قبل الانترفيو وفي بداياتي، ادي جزء، وفي النهايه دي الجزء الثالث، والمين بارت المحتوى الاساسي الانترفيو ده الجزء الثاني. يبقى قبل ادي واحده، وفي البدايه اهي بيفور اند ات ذا بيجينينج، وفي النهايه والمين بارت. تدي بيفور اند ات ذا بيجينينج اوف انترفيو، وبعدين تاني حاجه في البيفور اند ات ذا بيجينينج، يعني السيتنج سيتنج وعلى البيجينينج. سيتنج هنتكلم فيه في الاربعه نقاط الاتيه. اول حاجه البرايفسي، خصوصيه، is essential، لازم يبقى فيه خصوصية. ما ينفعش أقعد مجموعة من المرضى وناقش مريض في خصوصياته أمام المرضى الأخر أو أمام ناس مش معنيين بالأمر، يعني في sensitive information، في معلومات حساسة ما يصحش نناقشها غير في privacy. يبقى البرايفسي دي حاجة مهمة جدا، اللي هي قلناها الconfidentiality يا أولاد، اللي بتمتد حتى بعد وفاة المريض. بعدين انترفيو روم لازم تبقى ويل سبيست، حجمها معقول، لا هي ضيقه قوي فالعام مخنوق، ولا هي واسعه جدا بحيث انه يعني الدكتور بعيد جدا عن المريض. بعدين ارينجمنت اوف سيتس، نمره ثلاثه، اللي هو توضيب المقاعد، ما يصحش يبقى المقاعد قريبه قوي، تو كلوز، لانه العيان هيفيل ثريتن، مهدد. ولا تو ابارت، تبقى الاوضه مثلا 6 7 متر والدكتور في كورنر بيعمل حاجة والعام في آخر الكوردر التاني بيكلمه، الله، ده يبقى الدكتور ده مش مهتم بيه، يعني لو هو مهتم بيه قرب مني يا أخي. يبقى تو أبارت معناها لاك اوف انترست، يبقى لا نبقى قريبين جدا لبعض ولا نبقى بعاد جدا عن بعض. وبعدين الديستانس مي تشينج ثرو اوت ذا انترفيو، يعني بيكام كلوزر، ف
فور ري اشورنس. يعني لما الاقي انا قاعد بعيد شويه عن العيان ولقيت العيان خايف شويه ومقرب كرسيه كده عليه واربط على كتفه تو بيكام كلوزر، ده يدي ري اشورنس. يبقى ده الارينجمنت اوف سيتس. طب في حاله بقى المستشفى في هوسبيتال بيد، يبقى انك تقف على سير عيان ستاندينج اوفر، يبقى العيان يحس انه فالنرابل يعني مش مرتاح، بيتر افويدد يعني فالنرابل يعني عرضه لحاجه مش مظبوطه. وبعدين يعني مش يعني التشير احسن حاجه انك تجيب كرسي وتحطه جنب السير عيان. تخيل كده في الهوستل وانت جاي رحت واقف على راس العيان كده، هو باصص لك لفوق مش عارف انت هتخبطه على دماغه ولا هتعمل ايه، وانت هتجري وهتسيبه ولا ايه، ولا يعني هتفوت على الماشي. تخيل لو العكس بقى، حضرتك جبت كرسي كده وحطيته جنب السير العيان وهنتكلم، شوف وضع ايديال ازاي. يبقى ده بيفور اند ات ذا بيجينينج، ده السيتنج ان برايفسي، الروم تبقى حجمها كويس ومرتبه، وبعدين الارينجمنت اوف سيتس لقريبين قوي لابعاد قوي، ممكن نقرب كل شويه عشان ندي اشورنس. وفي الهوسبيتال بيد دي الجزء الاول، نيجي ات ذا بيجينينج اوف انترفيو. ست نقط اقسمها لكم حاجه لطيفه، الغرفه والمريض والطبيب. فيما يخص الغرفة حاجة واحدة، فيما يخص المريض حاجتين، فيما يخص الطبيب ثلاثة، يبقى واحد اثنين ثلاثة، سهل أوي تحفظها. فيما يخص الغرفة considerable setting اللي اتكلمنا عليه، الانترفيو considerable setting اللي حكينا عنه. ثم نيجي للمريض، حضرتك لما تدخل observe details من أول ما تدخل الرومز. واحد يقول لي يعني ايه اوبزرف ديتيلز؟ يعني داخل على عيان في سرير مستشفى لقيته نايم على مخدات عاليه، نايم قاعد، فاقول له انت بتنام كده؟ يقول لي اه دكتور لازم انام قاعد، لاني لو نمت وانا فلات بيجيني كرشه نفس نهجان ما بقدرش انام. هو ده بنسميه في الطب اورثوبنيا. يبقى على طول انت شخصت العيان ده عنده ليفت سايدد هارت فيلير. عيان بعد ما خد سباينال انستيزيا بنج نصفي، رحت له في السرير لقيته مدلي راسه تحت السرير، يعني كانه بيدور على حاجه تحت السرير. يبقى ده عنده هيدك بسبب نقص السريبرو سباينال فلويد بريشر، حصل شويه ديسنت في البرين، فهو عاوز يعكس الوضع، لازم يروح حاطط دماغه في مستوى اوطى من جسمه. يبقى انت بتوبزيرف الديتيلز. عيان عنده انفولنتري موفمنتس زي في الباركنسونيزم زي في الكوريا، زي ديتيلز في العيان. تاني حاجه في العيان جريتينج ذا بيشنت، تدخل تحيي العيان اهلا زيك باسمي باي هيز نيم. قلنا وطوال الانترفيو اسمه ما يضيعش منك، والا تبقى في الخارج يبقى الامتحان باظ. طب نيجي لحضرتك بقى، انتروديوس يور سيلف، تقول انت مين حضرتك يعني اسمك، واكسبلين ذا بيربوس، انا جاي بخصوص ان قالوا لي انك انت عندك تعب في صدرك، انا اخصائي الصدر جاي اشوف الحكايه دي، وانا عندي ربع ساعه اناقش الموضوع ده الافيلابل تايم. وبعدين تو اكسبلين ذا نيد تو تيك نوتس، معلش استاذن لي بس اكتب الحاجات اللي بتقولها، واسال تو ايزي كويشن، واسال شويه اسئله خفيفه. وبعدين لازم الدكتور يبقى سمايلينج مبتسم سبورتينج praising بيحيي العيان وattentive يعني منتبه وlistening وformal كده يعني يعني بطريقة مهنية، لابس formal clean and comfortable dressing، مش لابس هدوء، لابس لبس محترم. يبقى ازاي حفظنا بقى beginning of interview انها بطريقة جميلة يا اولاد؟ يبقى comfortable sitting ده بالنسبة للمكان اللي احنا فيه. وبعدين بالنسبه للمريض بلاحظ اي تفصيلات من ساعه ما ادخل، عيان نايم ازاي، عنده حركات لا اراديه ما شابه، واحييه واكلمه باسمه. ادي اتنين في المريض، وبعدين ثلاثه في الطبيب، ان انا برضو اقدم نفسي ليه واقول له انا جاي ليه والمتاح وقت قد كده، نمره واحد. وبعدين نمره اتنين ان انا هاخد شويه نوتس واسال شويه اسئله، وبعدين الدكتور يبقى مبتسم سبورتنج يحيي العيان بريزنج العيان اتنتيف، وبعدين بيسمع كويس ولابس لبس محترم. نيجي بقى المين كور في الانترفيو، الغرض منه ايه؟ احنا بنشخص المرض
بيزد على الهيستوري والاكزامينيشن. فالغرض منه جاذرينج انفورميشن اللي هو الهيستوري بتاع المرض وفيزيكال اكزامينيشن. طيب نيجي ال ازاي بقى؟ اربع نقاط. اولا نمره واحد قبل ما نبتدي بنجمع بيزك انفورميشن اباوت ذا بيشنت. يعني ايه بيزك انفورميشن؟ يعني العيان عمره كام سنه؟ العمر بيفرق في الامراض، الوزن، الطول، الاجناس. ساعات الامراض يعني في امراض اكثر شيوعا في جنس منها في جنس اخر، يبقى دي اسمها بيزك انفورميشن. العمر، الوزن، طول، الاجناس وهكذا. وبعدين اول حاجه بتسالها العيان نمره 2 بعد ما جمعت معلوماته، اسمك وزنك والحاجات دي، البريزنت بروبلم، حضرتك بتشتكي من ايه؟ كومبلين ايه؟ شكوى ايه؟ بعدين ناخد بقى الهيستوري بتاع البريزنت بتاع ما يشكو منه الان والباست هيستوري وسابقه، واذا كان في فاميلي ميديكال هيستوري، المرض ده في امراض بتبقى موجوده في عائلات معينه، يبقى الفاميلي او السوشيال ميديكال هيستوري. يبقى اربعه هيستوري، بريزنت تو باست، الحاضر والماضي، ميديكال هيستوري، وفاميلي وسوشيال عشان تحفظه. نقطه رابعه ريفيو اوف بودي سيستمز، نفوت كده على البودي سيستم، احكي لي موضوع التبول اخباره ايه، البول كويس، احكي لي موضوع الاكل والتبرز اخبارها ايه، احكي لي النفس والريسبيراتوري سيستم والقلب والكلام ده اخباره ايه، ريفيو اوف بودي سيستمز. بعدين نبتدي بقى، good questions and listening are the key factors for information. يعني الاسئله الجيده والاستماع والانصات الى الاجوبه هو المفتاح في تجميع المعلومات في الانترفيو. بنقولها بطريقه جميله جدا، الدكتورز لازم الاطباء يتفادوا اسئله معينه ويقوموا باسئله اخرى، يعني حاجات ما يعملوهاش وحاجات يعملوها. في ثلاث انواع من الاسئله يجب ان يتفاداها الاطباء. واحد too long questions، أسئلة طويلة. اثنين too many too long questions وcomplicated questions. اثنين too many questions، نسأل أسئلة كتير في أن واحد. وبعدين biased answer، question that may biased answer، يعني فيها انحياز في الإجابة. يعني أنا بقول للعيان سؤال وأنا عاوز أسمع إجابة معانا، أقول له ما الوجع اللي عندك ده 100% بسبب كذا. طب أنت خلاص قلت له 100%، يبقى خلاص يا سيدي هو بسبب كذا، انت مش مديله فرصه يفكر هو الوجع ده مرتبط بايه. يبقى لا اسال تو ماني كويشنز ولا تو لونج وكومبليكيتد كويشنز ولا بايست كويشن لها بايست انسر، يعني اجابات منحازه. يبقى ثلاث انواع من الاسئله ما يسالهاش، تو لونج، تو ماني، والبايست انسرز. وبعدين ما يصحش ان انا ما اسيبش العيان يسال، اجنور الكويشن بتاعت العيان. طب ايه الاسئله اللي يجب اسالها انا؟ ثلاث انواع. يبقى قلنا في ثلاثه ما اعملهمش انا، اللي هم تو ماني تو لونج او كومبليكيتد قلناها، والبايست انسرز. وثلاثه اعملهم الاوبن كويشنز، الكلوزد كويشنز، والبروبنج كويشن. بروبنج يعني الاسئله اللي بتجس، بروب يعني يجس، تجيب بيها معلومات. نبتدي نشوف يعني ايه اوبن كويشن. Open questions يعني require developed answers، يعني الآن هيتطور الإجابة، يعني الآن هو بقى اللي هيتكلم بنفسه كده، هو اللي يقول إجابة بمزاجه بقى، developed answer، هيتطور إجابته. طب إيه الأدفانتج بتاع دي؟ more relevant information، يعني معلومات متواصلة من العين، لأنك بتدي له وقت بقى يتواصل يحكي اللي عنده، أدي أول أدفانتج. وبعدين مور العيان يحس انه مور انفولفد في الانترفيو، وبالتالي بيكسبريس، بيعبر عن الاهتمامات، الكونسيرنز والانكزايتي. يبقى تو ادفانتج، مور انفورميشن ومور انفولفد، افتكرهم مور اند مور. ده هذا النوع من الكويشن بيدي مور انفورميشن، ويبقى العيان مور انفولفد في القصه. امال ايه الديس ادفانتج؟ طبعا بياخد مور تايم وديفيكالت كنترول، وعليه ممكن العيان يخرج في حته ما تهمناش كثيرا. الريليفنت انفورميشن، معلومات لا قيمه له، ما هو اللي بيتكلم. طيب نيجي كلوزد كويشن نمره 2 اللي هي اجابتها يس اور نو،
الوجع ده بيسمع في كتفك الشمال ولا ما بيسمعش؟ اه. الوجع ده بيجي مع المجهود؟ اه. بيقل مع الراحه؟ اه. يبقى داخلين ناحيه كاردياك بين، ده اسمه يس اور نو. ايه الادفانتج؟ انه شوف بقى بيديني المعلومات اللي انا عاوزها، النسيسري انفورميشن نوت جيفن باي بيشنت. وبعدين طبعا هياخد وقت قليل، ريستريكتد، يبقى ليميت او ريستريكت الفاكتشوال انفورميشن، المعلومات اللي هي مالهاش علاقه بموضوعنا العام، مش عارف بيحكي في كام في كل اتجاه، وبالتالي بتليميت التايم. الديس ادفانتج بقى ان العام ما عندوش فرصه يعبر عن نفسه، ليت الاوبورتيونيتي تو اكسبريس هيم سيلف اند هيز فيلينجز. يعني تقدر تقول تقريبا ان الكلوزد كويشنز والاوبن كويشنز في الادفانتج والديس ادفانتج عكس بعض. الاوبن كويشن بتاخد وقت اكتر وممكن تسرح بيك في معلومات ملهاش قيمه، لكن الان حاسس انه مور انفولفد وبيديك مور انفورميشن. خلاص، يبقى هنا كان في الاوبن كويشن مور انفورميشن ومور انفولفد، وعيبها انها بتاخد مور تايم ومعلومات ملهاش قيمه. اعكسها تقريبا في كلوز كويشن يس اور نو، بتديك المعلومات اللازمه وفي وقت قليل، ليميتد تايم، وبعدين بتشيل معلومات اللي ملهاش قيمه. لكن العام مش حاسس بالتواصل معاك وقادر يحكي لك عن الانكزايتي بتاعه. طيب بعد ما عملت دي الكلوز والاوبن كويشن، في شويه نقاط بقى عاوز ايه؟ يعني تتحقق منها. يعني شويه حاجات بقى اللي انت اخترتها دي اللي هو البروبين كويشن بقى. اه، الراجل ده الشكوى الاساسيه عنده ان عنده وجع في صدره. فانا عاوز اعرف وجع الصدر ده كاردك ولا مش كاردك؟ يبقى بكلاريفاي الادفانتج، بأستوضح كلاريفاي. What do you mean by that؟ يعني ايه بتقول الوجع لما بتنزل؟ يعني لما بتعمل مجهود، اي مجهود؟ And so on. To justify، يعني تبرر. What makes you think that؟ ليه انت متخيل انه ده وجع قلب؟ هيقولك ان هو قاعد عشان الناحية الشمال، عشان خاطر بيجي مع المجهود، عشان خاطر بيقل لما برتاح، عشان قريبي مش عارف قال لي نفس الكلام وطلع كذا. And checking accuracy، مثلا في حاله علاج تقول له طيب انت متاكد انك انت بتاخد انتي بيوتيك مظبوط ومع ذلك حرارتك ما انخفضتش؟ You definitely took three tablets a day، بتاخد ثلاث حبوب في اليوم. متاكد؟ يبقى ده البروبين كويشنز. يبقى ثلاث اسئله ما يسالهاش الاطباء. قلنا تقولهم تاني؟ يلا قولهم معايا بسرعه. Too many، too long or complicated نمرة اثنين، ونمرة ثلاثة questions with biased answer. وثلاث أسئلة يركز عليهم الأطباء: open questions، closed questions، ثم يستوضح من هذا وذاك بالprobing questions. وقلنا probe يعني بيجس المعلومات بيعرفها بالظبط، وكل واحدة لها advantage وديس advantage. موضوع لطيف ازاي؟ يعني موضوع حتى في الحياة العامة تحب تعرفه. طيب نيجي closing او entering the ending the interview. حضرتك هتنهي الانترفيو بايه؟ تعال برضو عشان ما تحفظهاش. حضرتك اتكلمت مع المريض، تخيل انت المريض مش انت الطبيب، المريض منتظر من حضرتك ايه؟ اربع حاجات اللي هم مكتوبين قصادنا، انك تقول له التشخيص الدايجنوز، وتقول له العلاج التريتمنت، وتقول له هيجي لك المره الجايه امتى؟ يعني الفيوتشر بلان هيقعد يتعالج قد ايه ويجي لك امتى؟ نكست ميتنج. وتخرج في ايدك روشته مكتوبه بريسكريبشن ريتن كليرلي، والانستراكشنز تاكل ايه وما تاكلش ايه. بس مش صعبه. يبقى بروبر بريزنتيشن اوف بيشنت ميديكال كونديشن، ده الدياجنوزس. الميديكال كونديشن ايه عنده ايه؟ دياجنوز. كلير بريزنتيشن اوف تريتمنت بلان، ده التريتمنت. فيوتشر بلاننج اند ديت فور نيكست ميتنج، هيجي لك امتى الاستشاره. وبعدين الانستراكشنز، التعليمات والبريسكريبشنز، الوصفه الطبيه شود بي ريتن كلير. ادي الكلام اللي اتكلمنا عليه في الستبس اوف بروبر ميديكال انترفيو. ده كان السؤال اللي بعد كده اللي هو هيبقى الرابع اللي هو قسمناه لي بيفور والمين بارت والاند. نيجي السؤال خامس، كوميونيكيشن سكيلز. خد بالك بقى، انا عاوز تحبوا الحته دي، وانا ياما اتكلمت فيها مش لاطباء. يعني ناس سالوني تعالى كلمنا في ندوه على مهارات التواصل، ما تفرقش
مهارات التواصل بين طبيب ومريض ولا بين صديق وصديق. فالكوميونيكيشن سكيلز هنقول فيها النقاط الآتية. في الكوميونيكيشن سكيلز هنتكلم عليها في النقاط الآتية اللي هم هيبقوا 5 نقاط عشان ما ننتهش من بعض. هما فيهم 3 أساسيين و2 كده هنحشرهم يعني. أول حاجة دكتور بيشنت انتربيرسونال سكيلز، دي عاوزك تحبها مش للسايكولوجي، لنفسك. يعني تواصل عشان يبقى بينك وبين صديقك قوي جدا لازم يتمتع ب4 خصائص. الدكتور بيشنت انتربيرسونال سكيلز، امباثي اند سمباثي. تعال افهمك الفرق بينهم. سمباثي يعني التعاطف، انا متعاطف مع حالتك، مع اللي هو في حالتنا المريض. لا، الامباثي احسن منها. امباثي يعني مش بس متعاطف، انا حاسس انا understanding الفيلينج بتاعك. The ability to understand the patient feeling، حاسس باحساسك مش بس متعاطف مع اللي انت فيه، انا حاسس انت حاسس بيه بالظبط. يقول لك الدكتور ده حاسس بشعوري بالظبط. دي اقوى حاجه في مهارات التواصل، انك توصل المريض انك حاسس هو خايف من ايه بالظبط، كونسيرن بايه، وانكشس اباوت ايه، انا عارف انت حاسس بايه. انا مش مجرد متعاطف مع حالتك، انما السيمباثي ده مجرد سبورت وور. ودي مثال في الحياه جميل هتفهمه كويس قوي. توفي الى رحمه الله احد ابناء زملائنا وقالوا تعالوا يا جماعه، طبعا ابنه مات وصغير وشاب، نروح نعزيه كلنا. عارفين انا قلت لهم حاجه مهمه قوي، قلت لهم لابد فلان نصر انه يجي معانا. عارف مين كان فلان ده؟ كان شخص فقد ابنه في ريعان الشباب، هذا هو الأقدر على تعزيته، على مواساته، أن يواسيه، المواساة بتاعته. لأن ده بقى مش هيكلمه بمنطق السيمباثي أنه متعاطف مع المصيبة، ده حاسس وشاعر. هو شاعر بإيه؟ الإمباثي. فأقوى حاجة في التواصل هي الإمباثي، يليها السيمباثي. الإمباثي هو الأبيليتي تو أندرستاند ذا بيشنت فيلينج. ودي تيجي ازاي بقى؟ بجود اي كونتاكتس، انك انت باصص له اول ذا تايم، يعني مراقب مشاعره. البروبر بوشر اند تون اوف فويس، القعده بتاعتك اللي فيها اهتمام بحالته وانك مقدر وضعه وصوتك. الاتنشن، الانتباه، ليسننج. ريسبوندينج تو فيربال ونون فيربال كيوز، انك انت بتستجيب لكل إشارة شفوية أو إشارة جسمانية نون فيربال، مش بالشفاه في الفيس أو البادي. يبقى الإمباثي والسمباثي. نيجي لما 3، ريسبكت أند كونسيرن. واحد يقول يعني معنى طبعا، ما أنت ممكن يجيلك مريض عنده أديكت، مريض مدمن، يبقى لا تنظر إليه نظرة دونية يا أخي، ما تعرفش، لا تدين يا أخي، تدينش أحد. لو تعرفش ظروفه ايه اللي خليته يدمن، ربما عنده مرض سيكولوجي، لا انه بياخد العقار ده بيريحه، بس هو ما يعرفش، هنديله عقار افضل من انه يدمن حاجه، لكن يعني انت تعرفش ظروفه، ما يصحش تنظر الى مريضك نظرة دونية. في كل المرضى ايا كان، جالك عنده مرض جنسي، لا تنظر ايه؟ نظرة دونية على انه انخرط في علاقة آثمة. ريسبكت اند كونسيرن. ثم بعد كده نمر 4 وهي الأهم. ايه اهميه ان انا ابقى حاسس انت حاسس ايه، متعاطف معاك ومحترمك ومش هساعدك؟ يبقى لازم ديفلوبينج ايه؟ كولابوراتيف اند كوبراتيف ريليشن، كولابوريشنز اند كوبريشن. يعني ان انا هتعاون معاك، مش انت بس اللي هتواجه المرض ده، انا كطبيبك هواجه المرض ده معاك. هي الاربعه دول يا اولاد هم في تصوري انا، انسى موضوع السيكولوجي، الكورنر ستون في العلاقات الإنسانية، هي الرباعية دي، اوعى تنساها ما حييت. امباثي نمرة 1، سمباثي نمرة 2، ريسبكت اند سبورت، ريسبكت اند كونسيرن نمرة 3، وبعدين كولابوريتيف اند كوبراتيف ريليشن شيب. دول الرباعية بتاعت العلاقات الإنسانية، امباثي، سمباثي،
respect and concern and collaborative and cooperative relation. في علاقتك مع صديقك، مش بس العلاقة بين المريض والطبيب. Steps of proper medical interview. هذه قلنا هذه. طيب نيجي بقى الانفورميشن جاذرينج سكيلز، مهارات جمع المعلومات. انفورميشن جاذرينج سكيلز دول بيبقوا ستة، تمام؟ تعال هقولهم لك برضو بطريقة في الآخر تعرف تفتكرهم كويس. هاخد أول في الستة دول، أول أربعة مع بعض. مهارات جمع المعلومات من المريض. listening carefully، استمع للمريض بدقة. try to understand the patient feelings as he speaks، وافهم مشاعره وهو يتكلم. be alert، خليك واعي للverbal والnonverbal cues، للإيماءات الشفهية والإيماءات الجسمانية nonverbal. active listening، دي بحبك تدقق فيها جدا الاكتيف ليسننج دي. يعني ايه اكتيف ليسننج؟ انا مش بسمعه بس، كل شويه بدخل بسؤال كده خفيف يبين ان انا متابع، ده يسموه اكتيف. انا مش باسف قاعد هو عمال يتكلم وانا مش مستمع فقط، لا ده انا مشارك في الحديث، انا اكتيف. بس طبعا لما تساله without much interruption. وهاويفر periods of silence are allowed. شوف جمله جميله قوي، حتى ده مش بين مريض وطبيب، بين اتنين. عارف احنا عيبنا ايه في شعوبنا؟ ان تبص لها واحد وهو بيتكلم التانيين دخلوا في الحديث واستقطعوه. في شعوب كثيرة ما يعملوش كده، طول ما شخص بيتكلم الناس بتسمعه بانصات، يتزخل بس باستفسار سهل او حاجة صغيرة، مش يروح داخل في الحديث، حاجة غير مهذبة. يبقى listen carefully، وبعدين خد بقى عد معايا، وانت فاهم understanding، واعي alert نمرة اتنين، active نمرة تلاتة، allowing لو العين سكت شوية period of silence نمرة اربعة. ده مش بس انك مستمع جيد، ده انت facilitating the patient to talk، بتسهل عليه. يعني ما تتخضش لما يعمل حاجة او يقول كلمة غريبة شوية، facilitating، اتكلم، طلع قول اللي عندك حتى verbal او non-verbal way. clarification، يعني لو البيشنت قال حاجة مش مفهومة تستفسره عنها. واحدة ست بتقول لك أنا برضع نظيف، وأنا برضع الطفل بتاعي البيبي الرضيع برضع نظيف. أنت مش فاهم يعني ترضع نظيف، تقول لها يعني إيه ترضع نظيف؟ هي تقصد إنها في وقت الرضاعة بيتوقف الطمث، أي يتوقف العادة الشهرية، أدي معنى إنها بترضع نظيف. يبقى لو قالت تعبير شائع في قريتها لكن مش شائع عندك، استفسر يا أخي، ما تتكسفش عشان انت بتجمع معلومات، ما تخافش ان تقول عليك مش فاهم. clarify. بعدين reflection اللي هو mirroring back to patient، يعني العام بيقوله كل شويه تعيب معاه، يعني الوجع في كتفك الشمال، يعني بيزيد من المجهود، حتى الاعاده دي تقول ده هو متابع معايا وركز في دي. reflection. يبقى اول اربعه دول مع بعض، انت تستمع مستمع بدقه، تسهل facilitation، تستوضح نمرة ثلاثة، تريفليكت ميرورينج باك، تعيد ما يقوله المريض عشان تشجعه. طيب يبقى أول أربعة دول مع بعض، ده في أثناء الحديث. طب بعد كده helping the patient to be relevant. relevant يعني احنا بنتكلم في كان في أثناء الحديث، أن يتواصل في الحديث، not to drift from a main interview، انه ما يخرجش منك في موضوع اخر، ما يسرحش ترجعه تاني، يتواصل في الحديث اللي بنتكلم فيه. وبعدين sign posting indicate that the patient what you want to discuss next، يعني انت تقول طيب بقى خلصنا ليه بقى؟ هنناقش ايه بقى؟ هنكمل في ايه؟ حاجه جديده. عشان كده قسمتهم لك تلات مجموعات، ما نتناقش فيه اللي هو واحد A B C D، وبعدين أن نتواصل relevant وما نخرجش على الموضوع، وبعدين نجهز للنقطة الثانية اللي هنعمل لها discussion. إزاي تفتكر الموضوعات الصعبة دي؟ يبقى تستمع carefully وتسهل على المريض الاستماع، وتستوضح تسهل،
ونباتات تستوضح وتعيد تستعيد مع بعض مما قال ده في الحديث اللي بنتكلمه. ثم نتواصل relevant ثم sign posting نحضر اللي هنقوله بعد كده what you want to discuss next. نيجي information giving skills مش gathering skills. هناك كانت gathering كانت تجميع المعلومات. هنا بقى احنا نتكلم على انا هدي المعلومات. دي بقى الاهم لمعلوماتك لان انت اللي هتدي المعلومات. انت الطبيب مش انت هتجمع انت هتدي. دي بنتكلم عليها في ستة نقاط انا بحب اقسمهم 3-2-1. بتدي معلومات لمريض لازم تديها بطريقة clear and simple information بطريقة واضحة وبسيطة no technical terms. ما قولش المريض انت عندك سبلينوميجالي وما عرفش يعني سبلينوميجالي. انت عندك تضخم في الطحال clear and simple information. categorizing information ما ده اللي احنا بنعمله نصنف المعلومات نحط كل مجموعة مع بعض فيسهل على المريض تذكرها. categorizing تصنيف. checking patient's understanding يعني شوف ممكن عم مكسوف يقول لك انه مش فاهم تقول له عندك سبلينوميجالي يهز دماغه خايف تقول له يعني ايه مش عارف سبلينوميجالي هو مش عارف. لا انت تقول له انت فاهم اللي انا قلته انت عارف دي معناها ايه فاهم هتعمل ايه checking patient understanding يبقى تديها له بصوره بسيطه clear categorizing تصنفها له checking his understanding. طيب دي اف ازاي بقى تزود يعني مهارات اعطاء المعلومات using specific advice نصائح محدده وconcrete examples واكزامبلز واضحه. specific advice يعني نصيحة محددة. انت عندك ارتفاع في الضغط مثلا بنقول جمل جميلة ان انت تمتنع عن عندك ارتفاع في الضغط وعندك سكر يبقى عاوزك تمتنع عن السموم البيضاء الثلاث حتى حاجة يفتكرها كده اللي هو الدقيق والسكر والملح تقلل منهم جدا خلاص. بعدين using explanatory tools ساعات تلاقي دكتور كده حاطط vertebral column قصاده عشان يشرح لو في انزلاق في الغضروف حاطط قصاده عضلة القلب كموديل ويوريك الشرايين التاجية سواء كانت يعني حاجة مجسمة او diagram صور او written information. بعدين اخر حاجة using repetition and summarizing يعني تملي تعيد وتلخص ده اللي بعمله معاك يبقى اللي قلناه ده نعيده ريبيتيشن ونلخصه تاني. ده الانفورميشن جيفرنج سكيل والاهم بقى تشوف ده دي اللي هنركز فيها اكتر. يبقى لازم معلومات تديها بصوره كلير وسمبل مصنفه وتتاكد من فهم العام ولتساعد الفهم هتحفظ دي مع اف يبقى اول 3-2-1 3 وبعدين 2 تزودها بانك تدي سبيسيفيك ادفايس وكونكريت اكزامبلز. يعني عاوزك مثلا تبقى ما تزيدش عن زي مثلا جسم كريم عبد العزيز مش عاوز السمنه دي كونكريت اكزامبل خلاص. وبعدين اكسبلاناتوري تولز توضح وتريبيت وتعيد وتسمرايز. فيلير تو جيف انفورميشن اور اكسبلانيشن شوف دي الاهم من الجاذرينج از ذا موست كومن كوز اوف ديساتسفاكشن اهم سبب لعدم اقتناع المريض بالطبيب الديساتسفاكشن. Information have a major effect on patients. لما تدي له معلومات كويسة بتفيده بثلاث طرق. أول حاجة بتقلل anxiety والستريس بتاعته يعني التوتر والضغط النفسي قبل ما يعمل investigation أو قبل ما يعمل surgical procedures يعمل إجراء تشخيصي أو إجراء جراحي. إنك بديت له معلومات ما تخافش هنعمل كذا هندخل كذا هنديك بنج كذا كل ما اديت له ديتيلز معلومات وبسيطه وبتاع يبقى انا داخل فاهم مش داخل عارف. اكتر حاجه يخشاها الانسان اسمعني دي افتح ودانك المجهول مع انه ممكن المجهول يبقى اقل كثيرا في خطورته من المعلوم لكن الانسان بيخشى المجهول. فحاول انك تدي المريض معلومه وليست مجهله ومجهوله. ده بيقلل الانكزايتي والستريس سواء كان هيعمل انفستيجيشن او سيرجيكال بروسيدجرز. ده مش كده بس ده بيقلل التايم سبنت ان هوستل يعني عم بيخف بسرعه بيقلل الدوز
الجرعات اللي بياخدها للبين كيلرز من البين كيلرز من مسكنات الالم وقاتلات الالم، بيدي مور ساتسفاكشن بيشنت تو سكير، يبقى مقتنع بالعنايه بتاعتك لو عنده معلومات، ويخليه مور كومبلاينس تو تريتمنت، اكثر اطاعه لخطتك العلاجيه. تو جيف انفورميشن افكتيفلي يو ماست، عشان ندي المعلومات بطريقه افكتيفلي وي ماست. نمره واحد understand the information and be able to explain it accurately، نحن نبقى فاهمين المعلومات اللي هنقولها وقادرين على تفسيرها بوضوح. عارف دي تنطبق عليها ايه؟ عشان تدي معلومات لازم عندك معلومات، لان فاقد الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه، لازم انت تبقى الاول understanding the information وقادر على انك to explain it accurately. Use ideas and language the patient can understand. استخدم لغة يمكن للمريض انه يفهمها. لا تستخدم معلومات طبية، كلمات طبية عشان تتباهى بيها صدر المريض بتاعك. تقول له لغة بسيطة، ما تقولوش اي تعبيرات زي في ناس فاكرة لما يقولوا كام تيرمز كده ميديكال الناس تتخض. حتى بلاقيها بعض الناس في الحلقات التلفزيونية من الاطباء. ليه؟ انت بتكلم عموم الناس، كلمهم بلغتهم المعروفة المألوفة. Be prepared to patient questions and emotions. طيب اسمع بقى الحتة دي برضو. احنا قلنا اهم حاجة مش to gather information، اهم منها giving information. How to improve giving information skills. تعلمها لروحك بقى. ازاي تحسن من مهارات اعطاء المعلومات عندك. انا بقسمها لكم بطريقة لطيفة. تعال ناخدهم. هم 10 عشان تعرف تحفظهم، انا اخدهم 4-3-3. انت عارف طريقتي في الشرح تعتمد انك في الاخر تطلع تقدر تقولهم تاني، اللي هو احد من الحاجات اللي بنقولها كاتيجورايزنج، نصنف معلومات ونقولها بصوره كلير. فاول 4 انا بقول بيفور وات ذا بيجينينج وديورينج وافتر. لو واحد انت تربح حتى كاتبها لك، بس ما تكتبش انت الكلام ده، ده عشان التذكر. قبل ما تدي المعلومات للمريض بيفور تحط describe and plan the information and clarify them in your mind. يعني انت اوصف لنفسك كده وحط خطة المعلومات ووضحها في دماغك قبل ما تقولها. ده before. هتقول هكلمه عن ايه؟ انا فحصت العيان وجبنا نتيجة التحليل، يبقى ال examination والtest، طلعنا منهم provisional diagnosis، يعني تشخيص مبدئي provisional diagnosis، وعرفنا الـ cause of the problem، سبب المشكلة دي عشان إذا كان ممكن تفاديه، ومحتاجين إيه further investigation للتحقق من التشخيص المبدئي ده هل هو صح ولا غلط. وبعدين هكلمه على treatment plan، الخطة العلاجية والبروجنوزيس، احتمالات المرض والadvice about lifestyle. يبقى قبل ما تكلمه هي دي النقاط اللي عم مستنيها منك. لو انت مش عارف ومستني منك ايه هتكلم ازاي؟ طب انت عملت افحص فيه، انا فحصتك وجبت الريزلتس على التيست فخرجت تشخيص مبدئي. وبعدين هنحتاج ايه بقى عشان خاطر نعمل فيوتشر انفستيجيشنز، وبعدين منها العلاج هناخده ايه والبروجنوزيس ايه واللايف ستايل. طيب هنتكلم بقى. يبقى بعد ما حضرت روح ابتدي اتكلم. بيجين انترفيو by summarizing the problem. ابتدي الاول بحاجه بسيطه خالص. حضرتك عندك تضخم في الطحال. احنا بقى عايزين نعرف التضخم ده سببه ايه بقى. سببه بالهرسيا، سببه تيومر، سببه جزء من هيباتوسفلينوميجالي، جزء من ليمف جلاندز تضخم فيها، هنشوف انفكشن تيفويد انفكتد مونيوكليور، نشوف ايه التضخم ده جاي من ايه. يبقى نبتدي بان احنا نسمرايز البروبلم، ان احنا عندنا مشكله. مثلا انا بدي مثال تضخم في الطحال. طب ديورينج اكسس البيشنت اندرستاندينج اوف هيز كونديشن، انت فاهم اللي احنا بنقوله ده ديورينج. وبعدين بلان ستراكشر اوف ذا ريست اوف انترفيو، يعني احط خطه الريست اوف انترفيو. بقى هنكلمك بعد ما فهمناك الحاله مبدئيا ايه وانك فاهم ايه، هنتكلم بقى على الدياجنوزيس وعلى التريتمنت اتسيتر. ادي الاربع حاجات الاولانيه. طب التلاته اللي بعديهم
يوز appropriate لانجوج، قلناها 100 مره، لغه مناسبه. يو ماست جيف امبورتنت انفورميشن فيرست، حتى المثل بيقول لك الاهم فالاقل اهميه. خلاص ثواني، جيف امبورتنت انفورميشن فيرست طبعا، عشان العين اول حاجه بيبقى واعي ليها اللي انت بتقولها اول حاجه. استخدم كلمات قصيره short words and sentence، وجمل قصيره. avoid medical jargon، ما تتباهاش بالميديكال تيرمز، العام ما يعرفهاش، استخدم التعبيرات المألوفه ليه. be specific not vague، وخليك محدد وليس متشعب وتائه وغير واضح. vague يعني مش واضح. طيب use drawing if relevant، حاول تفسر برسم، ارسم، الناس بتحب العين نرسم له ونوري له. give most important information first especially in advices، ادي المعلومات المهمه الاول خاصه فيما يخص المريض في الادفايسز دي. 5 و6 و7 نيجي بقى اخر ثلاثة خاصه بالعيان. العيان explore the patient، explore the patient views and information and encourage him to ask questions. ايه رايك في الكلام اللي بنقوله في المعلومات؟ تحب تسال حاجه؟ نيجوشيت المانجمنت وذ بيشنت، ناقش الخطه العلاجيه مع العيان. تشيك البيشنت اندرستاندينج، تاكد ان هو فاهم اللي بتقوله مش انه محرج يكلمك فيه. يبقى دي العشر نصائح اللي تعلمها ازاي تزود الانفورميشن سكيلز. قسمناها اربعه، بتخطط في دماغك هتتكلم ازاي ثم تبتدي تتكلم، وفي اثناء الكلام تتاكد العام متابعك كويس، وبعد الكلام تحط الخطه اللي بقى هتعملوا ايه مع بعض. طب طريقه كلام حضرتك ادي ثلاثه، appropriate language، ترسم، تبتدي بالحاجات المهمه اولا، ادي ثلاثه. وبعدين بالنسبه للعيان تشوف الفيو بتاع العام الحكايه دي، تنجوشيب معاه هنعمل ايه في العلاج، وتشيك الاندرستاندينج. ساعات بنضطر بقى لما تبقى في الجيفنج انفورميشن، ساعات بتبقى معقده بقى، عندك طريقه اخذ الدواء معقده، كذا دواء، اللايف ستايلز، فساعات الاطباء الشاطرين يطبعوها يعني، وانت خارج تخرج معاك مش بس انفورميشن الهالك، انما في صوره مطبوعات، ريتن انفورميشن سبلمنتد، سبلمنت فيربال، يعني بتقوي الفيربال اللي هو الشفهيه، تكافر اول كل المعلومات اللي انت عاوزها، وتبقى بيرمن مع العيان، مش هنجلي وينفض جزء من الذاكره منها. طبعا انك تدلع المعلومات مكتوبه دي ايزي، تديها له بصوره بسيطه، short words and sentence، في كلمات بسيطة وجمل بسيطة واتراكتف، يعني بصورة اتراكتف، زي ما احنا بنقول ساعات كده، ان اللي مثلا ايه، السمنة باب مفتوح لمرض السكر، الامتناع عن السموم البيضاء الثلاث او الاقلال منها، اسف مش هنقدر نمتنع تماما، اللي هو الملح والسكر والدقيق، يبقى تبقى بصورة ايزي، بصورة اتراكتف. اكسبريس اكتف than passive voice، يعني انت ما تقولش ان العام فهم انا عاوز اقول ايه، لا قولها له بصوره اكتف، حتى لو انت معتقد ان هو فهم. اكتف فويس نوت passive فويس، قولها ما تتصورش. وات يو ثينك مش وات يو ثينك العام فهمه. وبعدين اكسبريس ان بوزيتيف راذر ذان نيجاتيف سنتنس، يعني اهم انك تقول له ماذا افعل، لا ماذا ينبغي ان لا يفعل، ايه اللي يعمله اكتر، يعني مثلا ما تقعدش تقول له ما تاكلش الحاجات دي، لا احسن منه قول له تاكل ايه، طب ما كلش دول بس، بقى في حاجات كتيره قوي، طب دول صح ولا غلط، يبقى لا احسن تقول له ياكل ايه من انك تقول له ما ياكلش ايه. skills for motivation of patient adherence to treatment plan، دي نمره 4 بقى. skills for motivation of patient adherence to treatment plan، يعني مهارات دفع المريض للالتصاق بخطة العلاج، ادي معناها skills for motivation، يعني دفع المريض او تشجيع المريض انه adherence، يعني يلتصق بالtreatment plan. providing 1، عشان يلتصق بخطة العلاج لازم نمرة 1 تديله treatment that suits the patient's circumstances، يعني مريض فقير يبقى تكتب له دواء على قد مقدراته الماليه، مريض جاهل يبقى ما ينفعش مثلا مريضه جاهله اقعد اقول لها انك هتاخدي حبوب منع الحمل كل يوم بانتظام وبعدين توقفي اخر اسبوع، ما ينفعش الكلام، يبقى ده حط لها لولب.
حاجة نحطها وتنسى، لازم العلاج يبقى مناسب للمريض اقتصاديا ومعلوماتيا. اتنين، clear rational for the required behavioral change، يعني لازم توضيح ليه احنا بنغير خطة العلاج، clear rational يعني مسبب for required behavioral change، ليه حضرتك بتغير. example of the role models، يعني فيلم showing similar procedure، حضرتك هتعمل مثلا بكرة bypass operation، نوريك بالليل كده البايباس operation دي بتعمل ازاي. وبعدين motivational feedback، motivate يعني دفع، في positive reinforcement يعني تعزيز ايجابي، praise for committed behavior يعني نحيي العيان لما يلتزم بخطة العلاج، ونيجاتيف reinforcement يعني تعزيز سلبي، يعني criticism for uncommitment behavior يعني اعاتب العيان وانقد العيان على عدم التزامه بخطة العلاج، مش ده زي ده. يبقى دي الاربع حاجات اللي تخلي العيان adhere to treatment plan. طيب communication skills for special situations، قربنا يا اولاد، احنا دلوقتي في الصفحة ما قبل النصف، صفحة الأخيرة. في طبعا يعني الكوميونيكيشن سكيلز اللي اتكلمنا فيها، النقاط الأربعة اللي قبل كده، دول كانوا خاصين بالمرضى في عمومهم، لكن في حالات خاصة تحتاج إلى مهارات خاصة، كوميونيكيشن سكيلز لحالات خاصة، سواء كانت specific group of disorders يعني أمراض خاصة، أو شخصيات خاصة specific personality problems، أو مواقف خاصة special clinical situations. نيجي special groups of disorders، أمراض خاصة special group of disorders، and disabled يعني معوق، mentally retarded يعني عنده اضطراب عقلي، chronic or terminal illness أو أنا عنده chronic pain، أو addiction addictive patient، دول عاوزين ناس معانا بتتعامل معهم، لان دي امراض خاصة. الشخص الديسيبلد، الشخص اللي هو منتالي ريتاردد معوق ذهنيا، الشخص اللي عنده تيرمينال إلنس وزي هتقول له الموقف، and so on. Special personality problems، في عيان non cooperative غير متعاون، عيان hostile عدواني، over dependent اعتمادي، يبقى لازم حد هيديله الدواء، ما ينفعش تجيب له دواء، لازم تتأكد مين هيساعده في انه ياخده، دي عاوزة specialist يعني communication skills. special clinical situation giving bad news، مش اي طبيب عنده مهارات التواصل انه يبلغ للمرضى ان العيان ده ما فيش امل في انقاذه، ان احنا انهينا الخطة الطبية، ما عندناش حاجة نعمل. dealing with sensitive situation زي sexual، إن العيان ده مش هيخلف، إن العيان ده مش هيحصل له مصاب، issues. preparing for life threatening، حاجات مهددة للحياة، سواء كانت diagnostic أو treatment procedures، هنعمل حاجة ممكن العيان يفقد حياته في أثنائها، هنعمل مثلا تغيير نخاع العظم، في نسبة من المرضى اللي عندهم سرطانات الدم لما بنعمل لهم تغيير في نخاع العظم، يا إما العيان يخف خالص، يا إما العيان يتوفاه الله، مين اللي هيوصل المعلومات دي؟ عاوزة ناس عندها special skills، communication skills for special situation، سواء كانت قلنا ثلاث نوع من special situation، group of disorders مجموعات من الأمراض، personality شخصيات، clinical situation مواقف. طيب نيجي بقى communication problems، زي ما قلنا ان communication skills خمسة، فالcommunication problems هي كمان خمسة، بس دي بنقولها في عجالة. أول communication problems اللي هي poor communication is related to حاجة من خمسة، واحد lack of information غيبة المعلومات، part of the problem جزء من المشكلة، لأن في many health professionals من أطباء بيجيف only good news، بيدوا بس المعلومات كويسة، فهم ما ادوش المعلومات لأنهم معلومات سيئة فحجبوها. For most patients لمعظم المرضى
No news is not good news. مش انك ما تقولوش يبقى معناها دي حاجه كويسه. No news is not good news. This may lead to العيان اللي هو حاسس انك ما بتقولوش المعلومات كامله ده يؤدي الى anxiety وdepression توتر واكتئاب. وبعدين affection of patient sense of participation هتؤثر في احساس المريض بمشاركته. ما انت مش تديله معلومات يبقى هو ياخد معاك قرار على اساس ايه وانت مش قايل له كل المعلومات، وبالتالي ده هيريديوس الريسبونس اند كوبريشن ان تريتمنت بلان. لا العيان هيستجيب ولا هيتفاعل مع خطه العلاج. يبقى غايبه المعلومات احد اسبابها الرئيسيه ان كثير من الاطباء بيحجبوا المعلومات السيئه ويقولوا بس المعلومات الحسنه. عدم اعطاء المريض معلومات ليس معناها انها معلومات حسنه، وده هيخلي العيان متوتر ومكتئب ولا يستطيع ان يشارك معاك في اتخاذ القرار لانه ما عندوش المعلومات الكامله. طب كوميونيكيشن جاب اللي هي فجوه الاتصال اللي هي ايه بقى؟ فهم الخاطئ، مش مفيش معلومات، في معلومات فهمها غلط. information is not understand ما فهمهاش or understood wrongly. يبقى المعلومات مش مفهومة is not understood or understood wrongly due to ايه بقى؟ واحد the doctor may use a jargon، يعني الطبيب بيستخدم زي ما بقولنا technical terms يعني معلومات طبية لا يفهمها المريض. بس خلاص فالعيان مش فاهم، ما تقول له سبينوميجالي مش عارف يعني ايه، يبقى في سبب في الطبيب وفي سببين في المريض، لان الدكتور بيستخدم لغه غير مفهومه جارجون اللي هو تكنيكال تيرمز، او العيان في سببين may use some terms not familiar to some patients to some doctors. العيان بيستخدم لغه ما فهمهاش الطبيب، زي ما قلنا عيان بتقول لك برضع نظيف وتقصد ان في اثناء الرضاعه بيتوقف الطمث او العاده الشهريه، او البيشنت may falsely pretend يعني يدعي كذبا ان هو فاهم لانه خايف تتهمه بانه غبي او جاهل in order not to look stupid or ignorant. يبقى الكوميونيكيشن جاب اللي هي الفهم الخاطئ بسبب ان الطبيب بيستخدم لغه غير مفهومه، او المريض بيستخدم لغه غير مفهومه، دي نمره اثنين، او المريض خايف يقول ان انا مش فاهم لئلا تتهمه انه stupid او ignorant. طب pull recall يعني ضعف التذكر remembering of information by patient. ليه؟ دي نتخلص منها ازاي؟ دي سهله قوي قوي. البول ريكول دي البول ريكول عشان العين يقدر يتذكر معلومات تعمل كاتيجورايزنج تصنيف للمعلومات، سامرايزنج تلخيص للمعلومات، emphasizing يعني التأكيد على المعلومات على important information may help to reduce this problem. يبقى تصنيف categorizing summarizing تلخيص emphasizing تأكيد important information may help to reduce this problem. طب lower empathy خلاص يعني قلنا empathy يعني انك انت تبقى حاسس بما يشعر به المريض. The doctor in able to understand what patient أو patient feels أو patient feelings. دكتور مش حاسس العيان، ست خايفة إن المرض ده يعمل لها disfigurement، راجل خايف المرض ده يخليه ما يقدرش هو شغال سواق ما يقدرش يسوق، خايف من inability to do his work. لازم تبقى حاسس العيان حاسس بيه، شخص حاسس خايف إن المرض ده يموته يكون مرض مميت. يبقى inability to understand patient feelings النيدز الاحتياجات بتاع عيان الرياكشن ان ذير فولنربل كونديشن التفاعلات في هذه الحاله اللي هي هشه. امباثي فاسيليتيتس تريتمنت بروسيس الامباثي اللي هو الاحساس بما يشعر به المريض يسهل العلاج. نمره خمسه لور كومبلاينس واخر حته. لور كومبلاينس يعني
عدم التزام، عدم إطاعة العيان للعلاج. Patient does not follow some or all of the physician instructions. خلاص العيان لا يستجيب لبعض أو الفيزيشن instruction. سنصلح الحاجات. الصفحة اللي بعدها. Patient does not follow some or all of physician instructions. معلومة ليه؟ ليه مش كل التعليمات العام اللي العام بينصاع ليها؟ It's most related to poor communication. سببها poor communications. إنه ما فيش تواصل جيد. Factor associated with low compliance include إن عدم إطاعة العيان لخطة الطبيب في التشخيص والعلاج سببها The perception of physician as rejecting or unfriendly إن العيان حاسس إن الطبيب ده هو رفضه ومش يعني مش قريب ليه فخلاص يا عم أنا ده هو رزق ده لما يكون هو في إيده الحياة والموت أنا أموت أحسن في بيبقى لازم لكن لما يكون الطبيب لطيف مع المريض يبقى المريض عاوز يسمع كلامه Failure of the physician to explain the diagnosis and causes of symptoms. إن الطبيب ما عرفش يفسر التشخيص وسبب السيمتومز. يبقى دي حاجتين في الطبيب. الطبيب العيان رفضه وحاسس بأنه عدواني. أو الطبيب غير كوف مش عارف يفسر أو مش غير كوف. غير كوف في تفسيره. للمرض وللكوز اوف سيمتومز طب وحاجتين بقى في العلاج نفسه increase complexity of treatment and instruction يعني عمال قال لي حاجات كتير قوي مش قادر افتكر حاجه يعني تعقيد المرض والانستراكشنز تعليمات او verbal rather than written instructions ما احنا قلنا عمال يدي تعليمات شفهيه وما بيكتبش بتكتب حاجه بتبقى اسهل تبقى permanent دائمة سهل الرجوع إليها. All these factors can be eliminated by efficient communications. كل ده ممكن أتغلب عنه بالefficient communication. يبقى ده الخمس حاجات يا أولاد وكده بقى خلصنا اللي هي في ال communication problems. Lack of information غيبة المعلومات communication gap فهم خاطئ للمعلومات poor recall يعني عدم تذكر lower empathy عدم فهم الطبيب لإحساس المريض وبعدين آخر حاجة قلناها lower compliance عدم التزام المريض بالخطة العلاجية للطبيب لسببين خاصين بالطبيب إن الطبيب المريض رفضه ومش حبه rejection and unfriendly أو أنه فشل في تفسير التشخيص to explain diagnosis and cause of symptoms أو نفس الخطة العلاجية هو فسرها كويس ودكتور كويس كل حاجة بس ادهاني بصورة معقدة complexity مليون حاجة في العلاج وفي التعليمات أو استخدم verbal كلام 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 دون أن يكتب أي شيء ده في lower compliance وقلنا قبلها lower empathy قلنا lower empathy دي مش فاهم انا حاسس بايه فبالعكس الاحساس بتاع الطبيب ده بيسهل العلاج وبعدين communication poor recall قلنا انا مش قادر اتذكر فالحل انك انت تكاتيجورايز قلنا تصنف وتلخص وتأكد على المعلومات واللي قبلها خدنا الكوميونيكيشن جاب اللي هو الفهم الخاطئ قلنا بسبب ان الدكتور بيقول لغه صعبه او المريض بيقول لغه صعبه او حاجه تانية في المريض ان هو مش عاوز يقول مش فاهم لالا تتهمه بالغباء او بالجهل لكن الانفورميشن قلنا غالبا بتبقى سببها انه بعض الاطباء وهذا خطا يا اولاد بيقولوا فقط المعلومات الجيده ده ما يريحش العيان لان العيان بيحس ان هو في حاجه ناقصه ده مش جود نيوز فالعيان يبقى متوتر ومكتئب ومش هياخد القرار ازاي وانت ما اديتوش كل المعطيات عشان يطلع بالاستنتاج الصحيح
يبقى الخمسه هم الكوميونيكيشن بروبلم. ده سؤال برضو بيجي lack of information، يقول لك communication problems تبقى احفظهم صم، communication gap، poor recall، lower empathy، وبعدين اخر حاجة فيها قلنا اللي هي low compliance. دول الخمس اشياء. ده السؤال الاخير lack of information and communication gap، poor recall، low empathy، و lower compliance. وأشكركم من أجل حسن إنصاتكم، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم، ونلتقي بإذن الله قريبا مع المحاضرة الثالثة في الميديكال سايكولوجي. أشكركم وأراكم قريبا بإذن الله.